السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ترى ولسه من الأسبوع اللي فات جالسة نمزح، بس في موضوع في بالي أبغى أتكلم عنه، اللي هو زي ما شفت من العنوان متى يكون الإنجليزي في الأدب. صراحة اللي خلاني أتكلم في الموضوع جاي تعليق. إيش يقول التعليق؟ هسه سؤال، ليش أكثر المبتعثين إذا طلعوا برا يصير يكتب إنجليزي حتى بتعليقاته؟ زيك مثلاً، ليش ما بتكتب عربي؟ أنا صراحة ما أعرف إيش نية الكاتب في التعليق، يعني هو بيعلق، هو زعلان، هو شو اسمه ده يحشرني في الكون، ما أعرف. بس anyways أنا not I did not get offended يعني، وحبيت أسوي منه موضوع. فا ليه متى يكون الإنجليزي في الكتب؟ أول شيء خليني أشرح لكم أنا ليش أتكلم إنجليزي أحيانا وأكتب إنجليزي. أنا صار لي في أمريكا 6 سنين، حلو؟ يعني تخيلوا أكتب إنجليزي، أقرأ إنجليزي، أتفرج إنجليزي، أفكر إنجليزي، أسلم واجبات إنجليزي، كل حاجة. يعني أنا الشيء العربي الوحيد اللي أتكلمه في حياتي، كمان عايشة لحالي، فالشيء فالمرة الوحيد يعني يا ربي شفتوا؟ حتى أتأتئ ترى كثير، والله أتأتئ ترى لما أرجع السعودية تدري إنه أنا أكلش مرة كثير يعني فجأة كده تلاقوني أتكلم سوداني، فجأة تلاقوني أتكلم بدوي، فجأة تلاقوني أتكلم جنوبي، فجأة أتكلم شرقي. من جد والله مرة دخلت على أختي قلت لها أنا جعت، إحنا ترى ما نقول أنا جعت، أنا جيعانة، إحنا نقول يعني إحنا في منطقة مكة ومنطقة جدة أنا جيعانة. فأخ أختي لما سمعت يعني كل مين لا وتكتب عليه، ترى ضروري تكتب عليه. ليش؟ لأنه الكلمة ما هي يعني الجملة اللي أنا أقولها ترى ما هي دارجة في بيتنا، فهمتوا علي؟ هذا واحدة من الأسباب. ثاني حاجة ترى أنتوا لازم تستوعبوا إنه اللغة بروسيس أو عملية عقلية معقدة، كأنكم تكتسبوا عادة جديدة لما تجي تتعلم اللغة. فيعني لما أنا أتكلم إنجليزي ترى ما أتكلم فشخرة، ما أتكلم فشخرة. ترى لما أنزل السعودية ما قد أحد علق علي قال لي أنت تتكلمي إنجليزي ولا اداني هذا. يعني حتى لما أجلس مع مجموعة من صحباتي أو ناس جدد ما أعرفهم، ترى ما يعرف إن أنا ساكنة في أمريكا. ما قد أحد جاني قال لي أنت ساكنة في أمريكا يعني عشان بس أتكلم إنجليزي، بس أتكلم إنجليزي، ولا أحد قد اداني النظرة هذه اللي واو أو ماي جاد أتكلم إنجليش. مرة أبدا، لأنه قد ما أحاول أتكلم عربي يعني حتى مع صحباتي، حتى مع، لأني أعرف إنه قلة احترام إذا أنا جالسة مع ناس يتكلموا عربي وأنا قاعد أتفلسف أو ماي جاد أي سبيك إنجليش. ترى أدري يعني فهمتوا، يعني عندي الوعي هذا إنه عيب، خصوصاً مع ناس كبار أو ناس ما يتكلموا إنجليزي. يعني أعرف الجمهور إذا قاعد أتكلم معه حلو. وكمان أقول لهم شيء، في كلمات بالإنجليزي صعب نلاقي لها معنى بالعربي، صعب، لأنه أصلاً الكلمة ما هي عربية، الكلمة أصلاً جاية من الإنجليزي. يعني مرة أنا وأخواتي وبنات خالتي كنا جالسين في مجلس، وسألت واحدة من أخواتي قلت لها أعطيني يا تايت، ما عرفت إيش يعني تايت. يعني أنا كمان ما كنت متوقع إنه هي تعرف إيش معنى تايت، لأنه تايت البنطلون هذا اللي يجي مرة ماسك، مو اللي جينك التايت إلا هشفته، ماني عارفة كيف أشرحه يعني. فصرت تخيل والله تعرفوا زي حركة شو اسمه هذا ناصر القصبي عبد الله سبحان، صرت أشير لها البنطلون تايت هذا اللي يجي مرة ماسك ما أدري إيش الزبدة. في النهاية ما حصلت لا تايت ولا تايت. وكمان اللغة الإنجليزية أغنى بكثير في مفرداتها المستحدثة من اللغة العربية. اللغة العربية أغلب الكلمات قديمة، يعني الكلمات الجديدة في اللغة الإنجليزية أو الكلمات المختصرة أكثر بكثير. يعني في أكثر من سبب يخليني أتكلم إنجليزي. ترى أقول لكم شيء، أنا بيت أتكلم عربي هنا في أمريكا،
لما نسوي فيديوهات لما كنت اشتغل مع النادي السعودي من جد ترى. ولما ابويا وامي يكلموني او ابويا وامي يكلموني عاده في يعني يمكن في الاسبوع كله ولا يجي 20 دقيقه من جد ترى، الا اذا مره من زمان واقعد اتكلم مع امي حق ابو ساعه على الجوال ويجي ابويا يزعق يقول سك السماعه من ذا الكلام يعني. فوالله هي ما هي شافت نفس، اذا انت قصدك شافت نفس ترى، بس زي ما اقول لك ترى اللي انا قاعده اسويه جهد مره عقلي. يعني اول 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 ما بدات اتكلم انجليزي كنت مره اتأتئ، وهذا شيء مره طبيعي. بس برضو الحين لما ارجع السعوديه اعرف نفسي اقعد اتأتئ لدرجه اقول لكم اخواتي تكتبوا علي اقعد اقول لهجات ما اعرف من فين. والله مره قاعده اتكلم في البيت تكروني قسما بيتي، لا ما اكذب عليكم. ف ايش كمان؟ انا صراحه مبسوطه اني انا قاعده اسوي فيديوهات بالعربي، مع انه ترى الجمهور حقي انا ناوي يكون من يعني ناوي انه يصير جمهوري يتكلم انجليزي وجمهور يتكلم عربي، بس انا شفته الجمهور الاساسي حقي جمهور عربي بما انه طلاب ومتعسين وكذا فهمتوا. كمان حاجه ثانيه، امي ما تتكلم انجليزي فمرة كيوت يعني اني انا اسوي فيديوهات بالعربي عشان امي تفهم فهمتوا، امي دائما تتفرج علي او ما ادري ايش. فاحاول والله انا قد ما اقدر احاول. يا يعني اغلب الوقت في البيت ترى اقعد ساكته مع نفسي. او ماي جاد ما كان صار شيء، اكون ساكته يعني لما اكون مع نفسي. وصراحه يعني مؤخرا انا اشوف بقول ريسنتلي مؤخرا انا صار في عزله، عندي عزله اجتماعيه عشان عندي اشياء بسويها. اشياء لو اني كنت انسانه اجتماعيه كان ما انجزتها في حياتي فهمتوا. يعني من ضمنها اني بتخرج، ومن ضمنها اليوتيوب، من ضمنها اشياء ان شاء الله كمان جايه على الطريق في شيء بده يضيح. فالانجليزي يكون قله ادب لما انا بكون اتكلم مع ناس اعرف انه يعني انا قاعده بالعين فهمتوا، اعرف انه ما يتكلموا عربي وكذا، بس اسوي نفسي الان شيل يمزنه معركه فهمتوا. واذا كانت كذا من باب شفت النفس الحمد لله ما فيني شفت النفس والله اللي بسط احمدي. بس والله ايش كمان ايش رايكم انتوا؟ يعني انا احس طبيعي صراحه اللي انا قاعده يعني اسويه مره طبيعي. على فكره هذا بالمصطلح الانجليزي يسموه كود سويتشينج، شوفوه تفرجوا عليه انترستينج صراحه. يعني اشياء كثيره تصير في عقل الواحد لما يسوي كود سويتشينج. هاي شوفوا ما اعرف ايش يعني كود سويتشينج، لا احد يسالني لانه ما كمان شو اسمه ده. يعني انتوا عارفين انه ترى حتى طلاب الطب اللي انا اعرفه يدرسوا بالانجليزي حتى لو كانوا في العالم العربي. ايوه صح، لانه مصطلح يعني زي ايوه زي مصطلحات الطبيه لاتين واصلها فهمتوا. فبس والله انا اذا احد فيكم حس انه انا قاعده اطمش ولا قاعده شايفه نفسي ولا قاعده مدري ايه، والله وفر على نفسكم قسم بيت الله من هذا الكلام كله يعني. واعطوا الواحد عذره ترى، وان كان كتبت بالانجليزي ولا مدري يعني، ولو كان رديت على احد في الكومنتات بالانجليزي فاعرف انه هذا الشخص يتكلم انجليزي. يعني احس ترى يعني يبان على الشخص انه والله انت تتكلم انجليزي ولا تتكلم عربي فهمتوا. عشان كذا احيانا ارد على ناس في الكومنتات بالانجليزي، مره ما قصدت اقل احترام على احد. وبس والله ما اشوفها مشكله على قد انه بس مساله التعود يعني. يعني خصوصا كمان اللغه من الاشياء اللي اذا ما تستخدميها ترى تخسريها. انا صراحه ما افكر اني اخسر الانجليزي، واعرف ناس كثير ترى رجعوا من الابتعاث نسي الانجليزي. حرام والله حرام. يعني انا ادين للغه الانجليزيه باشياء مره كثير، من ضمنها يعني من ضمنها الدراسه، من ضمنها الافكار اللي في دماغي، يعني اشياء مره كثير. ف بس والله واذا كان في شيء في الانجليزي انا حابه انقله للناس بالعربي
ليش لا؟ بس يعني بحاول، يعني احاول احاول يعني شو اسمه ده ابسطه، زي مثلا عندكم القناه الثانيه اللي انا سويتها حقت الفتنس حقت اللياقه وكده، شفتوا في عندي فقره كل اسبوع يعني تقريبا اسمها كلمات الاسبوع، بجيب كلمات عربي وترجمها بالانجليزي، يعني والله انا بحاول ترى، شوفوا بحاول. هذا اللي انا كان نفسي اقوله، وشكرا للاخ على التعليق. اتمنى ان شاء الله اني قدرت اوصل لك المعلومه، واوصل لك يعني ايش صاير يعني. بس والله بروح اكمل عندي تصوير اليوم، ما ادري متى اشوفكم. في تغيرات مرة جديدة وكثيرة حتصير في حياتي من ضمنها التخرج يعني، نشوف إن شاء الله، نشوف إيش يطلع معايا. يلا I love you so much، أحبكم جدا، سلام.